بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المحامي إسماعيل بن معتق الصيدلاني من المملكة العربية السعودية من جدة، مستشار قانوني سابق في وزارة التجارة والصناعة. كان لي شرف المشاركة في هذا المؤتمر، مؤتمر التحكيم الثالث نحو منظومة تحكيم عربية موحدة. حقيقة من يوم أمس واليوم سيكون هناك مجموعة قدمت أوراق عمل، وستقدم اليوم أوراق عمل تخص هذا المؤتمر تتعلق بجوانب كثيرة في التحكيم. الموضوع هذا في غاية الأهمية من خلال النظرة الموحدة لتشكيل منظومة عربية للتعامل مع قضايا ومنازعات التحكيم، سواء التي يكون الطرف فيها إحدى الشركات من إحدى الدول العربية أمام الشركات الأجنبية، أو المنازعات التي تتم بين الشركات العربية والتي يتم النظر فيها وحلها من خلال هذه الوسيلة المتضمنة الخروج عن السلطة القضائية النظامية التي تكون إحدى سلطات الدول الثلاث. ولذلك كان من المهم جدا عقد مثل هذه المؤتمرات للوصول إلى آلية أو مقترحات ممكن من خلالها النظر في هذه الإشكالات أو هذه المعوقات التي تعيق عملية التحكيم. نحن بحاجة إلى تأهيل، بحاجة إلى تنظيم إعادة تنظيم العملية التحكيمية بصورة أكثر آلية وأكثر تطوراً وأكثر سرعة في من ناحية التعامل.